السلام عليكم أحبتي الكرام، وصلنا الآن إلى الدرس 59، درس مهم جدا، وكلمة اليوم كلمة audience. audience audience سوف نتعلم استخدام كلمة audience في جملتين ومرادفات كلمة audience في دقيقتين. الهدف حفظ 90% من المعلومات من أول مرة، 20 كلمة جديدة تقريبا. ركز معي الآن. get ready، اجهز الآن. write all the phrases. so you need a notebook and a pencil. just 2 minutes. And repeat after me 5 times loudly. أما الآن اضغط على إعجاب واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس. كلمة اليوم audience. audience تأتي بمعنى جمهور، مقابلة أو مشاهدون، أنصار أو أتباع. نأخذ المثال الأول. There will always be an audience for romantic literature. سيكون هناك دائما جمهور الأدب الرومانسي. There will always be an audience for romantic literature. أما المثال الثاني، the program attracted an audience of almost 20 millions. أوكي، جذب البرنامج جمهورا من حوالي 20 مليون. المرادفات، مرادفات كلمة audience: public، assembly، جمهور، and following، متابعين. حاول أن تكتب جملة مستخدم فيها كلمة audience الآن، واكتبها أسفل هذا الفيديو. شكرا لك على المتابعة، وانتظرنا في الدرس القادم.